سلام من الله عليكم. هذه حلقة جديدة من أنباء وأراء، يمكن أن نسميها بحق حديث الساعة، ما نعانيه من حر، من درجات حرارة مرتفعة، وما يلاقيه العالم كله من كارثة جراء الطقس شديد السوء. الأمم المتحدة أطلقت صرخة تحذير بشأن التغير المناخي الذي يعتبر المحرك الرئيسي للعديد من الكوارث الطبيعية في العالم. المشهد في القطب الشمالي أحد أبرز ملامح التغير المناخي، بات مخيفا مع تفاقم معدل ذوبان الجليد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما يعكس فشل العالم في علاج ظاهرة الاحتباس الحراري. لم تكن الأمم المتحدة تمزح عندما أطلقت تحذيرها بشأن السيناريوهات المظلمة لكارثة التغير المناخي لو استمر ارتفاع درجة حرارة الأرض، والتي نشهد أثارها هذه الأيام ليس فقط هنا في درجات الحرارة العالية جدا، ولا في فيضانات أوروبا، ولا في حرائق اليونان وتركيا والجزائر، لكن كما قلنا في درجات الحرارة المرتفعة فوق معدلاتها الطبيعية في مصر. هنا يطرح العديد من خبراء المناخ تساؤلات يجب الإجابة عليها. هل تدفع تحذيرات الأمم المتحدة دول العالم إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإنقاذ أمنا الأرض، أم أن العالم دخل مرحلة لا عودة فيما يخص الحد من الاحتباس الحراري؟ وما الخطوات الواجب اتباعها فورا للحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى مستويات قياسية؟ وما طبيعة المسؤولية البشرية أفرادا ودولا في الحفاظ على الكوكب الذي نحيا عليه جميعا؟ مخاطر التغير المناخي على كوكب الأرض هو محور حديثنا مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمود شاهين، مدير التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك. أستاذن حضرتك وأستاذن السادة المشاهدين، نتابع هذا التقرير ثم نستأنف الحوار مباشرة. الطبيعة تكشر عن أنيابها، فخلال الأسابيع الماضية حدثت أسوأ كارثة مناخية منذ عقود في بلدان عدة، والتي وصفت بالمتطرفة. بينما يغرق العالم في سيل من الكوارث، اندلعت الحرائق في بعض بلدان البحر الأبيض المتوسط وأخرى في روسيا والقارة الأمريكية، وكانت خارجة عن السيطرة، حيث قضت على مساحات هائلة من الغابات وخلفت الكثير من خسائر بشرية ومادية كبيرة. تأتي الفيضانات التي لا تقل عنها عنفا في شرق آسيا وأوروبا، وموجات جفاف خطيرة في مناطق أخرى لتزيد معها الخسائر بصورة أكبر. فمع تلك التغيرات المناخية الصعبة التي تعيشها دول العالم، طفت على السطح من جديد أهمية الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض وضرورة منع تزايد الاحتباس الحراري، وذلك من خلال عقد المؤتمرات المتلاحقة لمحاولة تنفيذ المعدل المستهدف للتغير المناخي المتفق عليه بين زعماء العالم في قمة المناخ بباريس عام 2015. وجاء تقرير الأمم المتحدة الأخير باعتبار العامل البشري هو المسؤول الأساسي عن تغيرات المناخ، فهو السبب وراء انحسار الأنهار الجليدية حول العالم على مدار العقود الثلاثة الماضية. لذا أصر قادة العالم على إجراء تخفيضات جذرية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أجل الحفاظ على استقرار درجات الحرارة. وركز تقرير الأمم المتحدة على ضرورة إنهاء استخدام الفحم والوقود الأحفوري حتى لا يدمر الكوكب بكارثة مناخية جديدة. الكوارث والظواهر البيئية المختلفة دفعت الخبراء في الأمم المتحدة إلى التحذير من حجم المخاطر التي يواجهها العالم قبل انعقاد مؤتمر المناخ العالمي كوب 26 الذي سينعقد في نوفمبر المقبل بمدينة جلاسكو باسكتلندا، حتى يتعين على قادة العالم تنفيذ الإجراءات التي سوف يتم التوافق عليها للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، لما سيكون لها من أثر حاسم في وضع العالم على المسار الصحيح
للحد من ظاهرة الاحترار العالمي إلى درجة ونصف مئوية بدلا من درجتين مئويتين مقارنة بمعدلات ما قبل العصر الصناعي. وفي سياق ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الغنية وبنوك التنمية إلى تقديم المزيد من الأموال للتكيف مع تغير المناخ في المناطق الفقيرة من العالم، وأيضا الوفاء بالعهد السابق بجمع 100 مليار دولار سنويا لتنفيذ هذا الهدف وتجنيب الأجيال المقبلة مواجهة وضع أسوأ بكثير. أهلا بحضراتكم من جديد، وهذه الحلقة الخاصة عن ارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي والمخاطر التي تحيط بالكرة الأرضية وبتقرير الأمم المتحدة. أرحب مرة أخرى بضيفي في الاستوديو الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس في الهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا دكتور. دكتور، قبل أن نبدأ بقراءة تقرير الأمم المتحدة والمخاطر الحقيقية، لكن أنا أو أي مشاهد بسيط، كيف تحدث هذه الحرائق؟ يعني حريق يشتعل فجأة دون مقدمات، دون فاعل، في تركيا، في اليونان، في أوروبا، يعني في دول حتى طبيعتها أن هي درجات الحرارة فيها معتدلة، كيف يحدث ذلك؟ هو طبعا ده ما بيحصلش غير لما بترتفع درجات الحرارة بشكل كبير جدا. يعني احنا ما بنلاقيش في بعض الدول بتكون درجات الحرارة معتدلة ونلاقي الغابات اللي في الدولة اشتعلت، إلا لما تكون بفعل فاعل في بعض الناس اللي بيحاولوا يتاجروا في الأخشاب أو بيتاجروا في بعض النباتات، بيبدأوا يقوم بإشعال النار في بعض النباتات في بعض الدول. ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة بنلاقي عدد 30 حريق لما يحصلوا في تركيا مرة واحدة، ده أكيد مش بفعل فاعل، 30 حريق في أماكن مختلفة في غابات تركية، فلا ده طبعا بفعل الطبيعة مفيش كلام، لأن ده حصلت في أكتر من دولة، وده بنربطه دايما بارتفاع شديد في درجات الحرارة. كيف؟ طبعا هي ارتفاع درجات الحرارة إلى حد ما لما بيكون بعض أوراق النباتات بتكون دخلت في مرحلة الإضمحلال والإصفرار، فطبعا بتبقى قابلة للاشتعال بشكل كبير من أي درجة حرارة عالية مرتفعة ممكن تشتعل هذه الأوراق. واحنا كنا بناخد تجربه زمان في ابتدائي واعدادي ان ممكن لو جبنا عدسه على ورقه وقربناها في البلكونه في اشعه الشمس تبدا الورقه تشتعل. فيعني اشتعال نتيجه ارتفاع درجات الحراره ده شيء سهل وسريع جدا مع كثافه النباتات وكثافه المزروعات تبدا طبعا ومعظم النار من مستصغر الشرار. طب دكتور، نبدا بقراءه تقرير الامم المتحده. لا، هي الأمم المتحدة مهتمة بالموضوع من زمان جدا، التغيرات المناخية بدأ من زمان، من قرن 19 تقريبا بعد ما بدأت الثورة الصناعية بدأت تحصل متغيرات في الطقس ومتغيرات في دول عديدة من العالم. فبدأت الأمم المتحدة تنشئ هيئة بداخلها اسمها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية. دي تم إنشاء هذه الهيئة سنة 1988، ودي تابعة للأمم المتحدة، وهي طبعا اللي بتصدر التقارير الخاصة بالمناخ والتغيرات المناخية، لأن الهدف كان من الأمم المتحدة في إنشاء هذه الهيئة هي دراسة المناخ ودراسة الغلاف الجوي ودراسة أسباب التغيرات المناخية وإصدار توصيات واتفاقيات لمعظم دول العالم للحد من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية والأضرار اللي ممكن تتسبب هذه التغيرات في جميع دول العالم. فطبعا الهيئة الحكومية دي أنشأت أو أصدرت حوالي 5 تقارير لغاية دلوقتي، وكان التقرير السادس من يوم الاثنين اللي فات 9/8، والتقرير ده كان متابعة للي حصل في مؤتمر باريس 2015. طبعا مؤتمر باريس 2015 واللي تزعمه الاتحاد الأوروبي، ولأن طبعا كان واضح جدا التأثر العالم كله بظواهر جوية حادة وعنيفة وموجات من الطقس الجامح وظواهر جوية قوية جدا تسببت في تشرد الملايين من البشر على مستوى العالم. فكان لازم أن العالم ينتبه ويكون في وقفة للي بيحصل، وقفة النظر في النفس نشوف احنا بنعمل ايه. انا اريد ان ابسط الامور جدا، يعني تمام، ما هو الاحتباس الحراري؟ انا مش فاهم ما هو الاحتباس الحراري، ما دور الدول الصناعية الكبرى، ايه المخاطر، ماذا افسد الانسان؟
لا، الانسان من ساعه ما دخلت الثوره الصناعيه وهو افسد كتير بصراحه. يعني احنا بنقول التغير المناخي الاول هو تغير في خصائص الغلاف الجوي. تمام. دي ببساطه جدا للمواطنين. طيب التغير ده هيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه تدخل الانسان. الانسان اتدخل طبعا، تدخلات البشر دي حاجه، بالاضافه لعوامل طبيعيه اخرى زي البراكين واشتعال الغابات زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، مش شرط تدخل الانسان فيها. العواصف الشمسيه اللي في بعض السنين بتكون اشعه الشمس حاده وقويه بشكل كبير جدا على الارض، دي تعتبر عواصف شمسيه بتسبب في ارتفاع درجات الحراره بشكل كبير على الكره الارضيه كلها. دي العوامل الطبيعيه. انما العوامل اللي تدخل فيها الانسان طبعا من ساعه الثوره الصناعيه وبدايه التوغل في استخدام الطاقه، سواء طاقه الفحم او طاقه استخدام مشتقات البترول بصفه عامه، مشتقات البترول بصفه عامه، وبدات الغازات الدفيئه تنبعث في الغلاف الجوي سواء كان ثاني اكسيد الكربون او غاز الميثان او الكلوروفلوروكربون. الغازات دي طبعا بالاضافه الى الغازات المسببه لتلوث الهواء، كل الغازات دي بتتجمع في الغلاف الجوي وبتعمل زي صوبه زجاجيه. فلو احنا افترضنا ان الكرة الارضية لما الشمس بتبدأ تشع اشعتها داخل الكرة الارضية بتبدأ تصل الى الارض، تسخن الارض، ومجرد ما تسخن الارض المفروض بيحصل ارتداد لاشعة الشمس مرة اخرى خارج الغلاف الجوي. لما بيحصل ارتداد لهذه الاشعة بتقابل الغازات الدفيئة اللي هي عاملة زي الصوبة الزجاجية، بدل هذه الاشعة ما تنفذ خارج الغلاف الجوي بتعود الى الارض مرة تانية. عودتها للارض مرة تانية بترفع درجة حرارة الارض كلها على بعضها، تبدا درجه حراره البحار والمحيطات واليابس تبدا ترتفع. بزياده معدلات هذه الغازات وبزياده ارتفاع درجات الحراره بدات القمم الجبليه في القطب الشمالي يبدا يحصل لها اذابه. وبالفعل يعني سبب مؤتمر باريس 2015 ان شافوا معدلات اذابه القمم الجبليه الجليديه في القطب الشمالي بتزيد بشكل كبير، بمعدلات كبيرة جدا. فطبعا كان المؤتمر ده مهم جدا، ويعني اللي تخلى طبعا المؤتمر معروف امريكا والصين وروسيا، الدول العظمى دي. هي هذه الدول هي المتهمه المسبب الرئيسي. ليه؟ لان طبعا انبعاثات هذه الغازات الدفيئه في الصناعه عندهم وفي تجاره الاسلحه واختراع الاسلحه النوويه وما شابه ذلك، والتجارب اللي بتحصل اصلا، التجارب النوويه، كل دي بتصدر كميات كبيرة جدا من هذه الغازات. تمام. طب دكتور، استاذ حضرتك معنا ايضا على الهاتف، اهلا بحضرتك دكتور محمد فهيم، المنسق العلمي للجنة متابعة التغيرات المناخية، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة. اهلا يا دكتور، ودعنا نبدأ لماذا النشاط الزراعي هو الاكثر تأثرا بهذه التغيرات التي نشهدها؟ اهلا وسهلا بحضرتك وبضيفك العزيز، وشكرا جزيلا على اتاحه الفرصه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القطاع الزراعي هو القطاع الوحيد المعرض للعراء، بمعنى ان القطاع الزراعي هو القطاع المعرض للمناخ بطريقه مباشره، لان مفرداته هي عباره عن محاصيل مزروعه تتعرض للمناخ وتقلباته 24 ساعه في 60 دقيقه في 60 ثانيه. فبالتالي هو اكثر القطاعات تاثرا باي تغير ولو طفيف في الظروف المناخية. النقطة الثانية أن مصر بحكم موقعها الجغرافي تصنف على أنها هشة مناخيا، يعني أي تغير ولو بسيط بيكون تأثيراته أكبر ضعاف الأضعاف من دول أخرى لها تأثيرات، لها حتى فيها تقلبات أقوى من مصر. لا اسمعني يا دكتور، أنا أول مرة أسمع تعبير أن مصر هشة مناخيا، يعني محتاج مزيد من التوضيح. كلمة الهشاشة هو مصطلح مناخي، أحد مصطلحات تغير المناخ اسمها الفيرنابيلتي، وهو مصطلح مرتبط بتغير هشة مناخيا، يعني قدرتها على تحمل أي تغير في المناخ ضعيفة، يعني حساسيتها عالية جدا، زي مثلا يكون واحد عنده هشاشة عظام لا يتحمل أي ضغط. فأي ضغط مناخي على قطاعات في مصر كبيرة، بحكم طبعا الموقع الجغرافي عبارة عن 96% صحراء جافة تصنف على أنها جافة تماما، كمية الأمطار التي تسقط لا تتجاوز 100 ملي، فبالتالي إحنا عبارة عن صحراء، مصر صحراء، وفي جزء بسيط لا يتجاوز 4% في الوادي
والدلتا، فبحكم هذا الموقع الجغرافي ده اللي بيكسبها موضوع الهشاشة لأي تغير في المناخ. وبالتالي شعرنا الأيام الماضية وحتى هذا اليوم بالتغير أو الارتفاع في درجة الحرارة بصورة واضحة يعني. بالضبط كده، دي يعني بحكم طبعا أن مصر كمان وخاصة الوجه البحري قريب جدا من المسطحات المائية، وإحنا دخلنا فعليا في نهاية الصيف، نهاية الصيف الفلكي، لأن الصيف ممكن يمتد لغاية نوفمبر، ولكن ده الصيف الفلكي بينتهي في 29 تقريبا، فالرطوبة عالية جدا، بالإضافة لنقطة مهمة وهي زيادة الطاقة الحرارية، وده بالنسبة اللي عامل مشاكل كتير في اليونان وتركيا. دكتور يعني أرجو حضرتك ابقى معنا دكتور شاهين، يعني أن مصر كدولة هشة مناخيا، ألم يكن ذلك متوقعا هذا التغيرات؟ يعني أنتم في الهيئة العامة للأرصاد الجوية هل تصدرون تقارير مبكرة يعني خلال الشهر القادم، خلال الشهور القادمة سيحدث كذا كذا، وبالتالي على الحكومة أو على وزارة الزراعة أو على الجهات المعنية التعامل مع ذلك مسبقا؟ وطبعا حضرتك الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ إنشائها من 1829 من حوالي 200 سنة وهي عندها بيانات مناخية كبيرة جدا تقترب من 200 سنة زي ما قلت لحضرتك. هذه الداتا المناخية إلى حد كبير بتدينا متوسطات مناخية شهرية، يعني احنا عندنا الإدارة العامة للمناخ بتصدر كل شهر معدلات شهرية لدرجات الحرارة ونسب الرطوبة وكميات الأمطار، لو في كميات أمطار في هذا الشهر معدلات مناخية، يعني احنا بنقول الشهر ده يا جماعة درجات الحرارة تتراوح من كذا إلى كذا وفقا للمناخية العريضة، وهذه التقارير العامة التي نتلقاها جميعا كمواطنين. لكن ليست هناك نشرات متخصصة تذهب لجهات بعينها؟ لا طبعا، ده بيحصل بداية كل فصل وبداية كل موسم بتبدأ الهيئة العامة للأرصاد الجوية تصدر بيان تفصيلي عن الفصل اللي احنا هندخله بعد حوالي شهر تقريبا، نقول هيبدأ فصل الصيف اعتبارا من كذا وينتهي في كذا، من المتوقع ان الصيف هذا العام هيكون مواصفاته 1-2-3، بنبدأ نشير من وفقا لهذه القاعدة العريضة من البيانات المناخية بنبدأ نقول المتوقع ايه، لانها بتدخل طبعا في حاجة اسمها خريطة تفاعلية في الإدارة المركزية للبحث العلمي. الخريطة التفاعلية دي بهذه المعلومات تبدأ تصدر تنبؤ بحالة الفصل اللي احنا مدخلين عليه الفصل اللي جاي. طيب دكتور محمد فهيم، يعني هذا التوقع المسبق، هل للفلاح المصري او المزارع المصري قدرة على التكيف على هذه التغيرات؟ والله ده سؤال مهم جدا، وده بيفسر لنا ليه أحيانا بيحصل مشاكل في القطاع الزراعي بسبب التغيرات المناخية. التغيرات المناخية للأسف هو البند الوحيد في مسيرة الفلاح المصري. الفلاح عنده خبرة زراعية مش قد عمره، لا ده دي قد آلاف السنين لأنه بيكتسبها من أبائه وأجداده، فعنده خبرة كبيرة في إدارة الموسم الزراعي. إلا تغير المناخ يقف أمامه عاجزا تماما، وأحيانا ما يعرفش يعمل إيه، وده اللي بيحصل وحصل فعليا في محاصيل كتيرة زي المانجا والزيتون السنة دي، وأحيانا في محاصيل زي القمح والبطاطس بتقل الإنتاجية بتاعته بطريقة ملموسة لأن المزارع المصري لا يعرف. وده دور المؤسسات، يعني الدكتور شاهين كان بيتكلم على إن إحنا عندنا مؤشرات واضحة للفصول، يعني ممكن نقول الصيف هيمشي إزاي، ولكن ده غير كافي إن أنا أقدر أدير بيه الموسم الزراعي وأوجه المزارع في مواعيد الزراعة المثلى تكون امتى، عشان لا يتوافق ان يكون المحصول في مرحلة حساسة لأي تقلب في المناخ ويجي مشكلة. وده مشهور جدا في القمح، لو زادت الحرارة في ابريل ممكن يحصل مشكلة كبيرة في الطور العجيني وتقل انتاجية القمح وهكذا. فاحنا محتاجين في قطاع الزراعة، هيئة الأرصاد هيئة عريقة لديها من الإمكانيات الكثير، محتاجين منها ان يكون عندنا فيما يسمى بالتنبؤ الموسمي، يديني بيانات 3 شهور لقدام او 4 شهور، بيانات تفصيليه قول لي الحراره اليوميه. تمام دكتور. دكتور هذه نقطه في غايه الاهميه، اعود لحضرتك ارجوك ابقى معنا واعود لضيفي الدكتور شاهين، لكن بعد اذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره، ارجوكم جميعا ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم مرة أخرى في هذه الحلقة الخاصة من أنباء وآراء عن ارتفاع درجات الحرارة وتغير الطقس وتقرير الأمم المتحدة
الخطير والمهم والمحذر والمقلق الذي صدر مؤخرا. أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وأجدد الترحيب بضيفنا على الهاتف الدكتور محمد فهيم، المنسق العلمي للجنة متابعة التغيرات المناخية، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة. دكتور شاهين، يعني مسألة دكتور محمد فهيم قبل أذان العصر كان بيتحدث عن ضرورة إصدار الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقارير موسمية تساعد المزارع وتساعد الفلاح للتوقع الأكبر. هل تكتفون بتقارير شهرية أو تقارير يومية، أم أن هناك تقارير موسمية وتقارير أبعد من ذلك أيضا؟ وفي تقارير طبعا موسمية، تقارير الفصلية اللي احنا بنصدرها طبعا دايما، ودي بتروح لجهات عديدة من الدولة. في بروتوكول تعاون أصلا بيننا وبين وزارة الزراعة أكيد. ووزارة الري والعديد من الوزارات، وزارة البيئة، وزارة السياحة، والقوات المسلحة كمان، في عديد من البروتوكولات، وطبعا كل بروتوكول بيتوافق مع الوزارة اللي احنا بنتعامل معها. فدكتور فهيم طبعا احنا جاهزين ومستعدين جدا للتقرير اللي بيطلبه الدكتور فهيم في وزارة الزراعة. مجرد يعني التعاون اللي بيننا وبينهم، البروتوكول يشرفنا طبعا في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وكل الداتا المناخية يعني هم بيعزوها. هل توقعتم قبل 3 شهور، قبل بداية الصيف، توقعتم ما يحدث الآن؟ توقعنا ان صيف السنة دي هيكون اسخن وفي ارتفاع في درجات الحرارة من صيف العام الماضي على الأقل. فاحنا قلنا ان صيف هذا العام هيكون اكثر في معدلاته المناخية من حيث درجات الحرارة، اكثر طبعا من الاعوام اللي فاتت على الاقل خلال ال5 سنين اللي فاتت. طب دكتور فهيم، دعنا ننتقل لنقطة اخرى. هل ارتفاع درجات الحرارة فيما يخص الارض الزراعية وفيما يخص المزارع المصري، هل ظهرت اجيال جديدة او طفرات في الحشرات، في الديدان، في الافات التي تصيب الزراعة؟ طبعا، وكثير من الظواهر دي كانت سببت قلق كثير للمزارعين خلال السنوات القليلة الماضية. بس انا استأذنك بس بالنسبة لتقرير الأرصاد الجوية دكتور شاهين، انا يهمني جدا ان يكون عندي بيانات اكثر تفصيلا، يعني بيانات على الاقل يومية عن الحراره والرطوبه وسرعات الرياح واتجاهات الرياح الى اخره، مش مجرد مؤشرات فقط ان الصيف هيكون كذا او كذا. ليه؟ لان انا كزراعه زي ما حضرتك سالت اول سؤال، هو القطاع الوحيد اللي ممكن يعني ممكن بعض الظروف المناخيه الجامحه لمده ايام معدوده في وسط الموسم هي الكفيله انها تعمل لي مشكله كبيره جدا للموسم بالكامل. فانا يهمني جدا ان يكون الريزوليوشن او يكون المدى بتاعة البيانات قصير، يعني يومية بالإضافة لكل، عشان أقدر أعمل تطبيقات وأقدر أرتب. هو حضرتك سألت سؤال وجيه جدا، هل كان في توقع أن في موجات شديدة الحرارة بتوقيتات معينة، يعني في الفترة من 8-8 ل 13-8 وهكذا، يعني باليوم، مش مجرد أن يكون في مؤشر أن الصيف هيكون حار ولا مش حار. أنا في الزراعة محتاج كده، محتاج اي الايام سيكون فيها هذه الموجة عشان اقدر ارتب حالي من بداية الموسم واحدد وادير الموسم صح. بالنسبة للحشرات والامراض، طبعا الحشرات والامراض هي كائن حي له احتياجات مناخية واحتياجات بيئية زي اي كائن حي، يناسبه ظروف معينة ولا يناسبه ظروف اخرى. كتير من الحشرات اللي كانت تأثيرها ثانوية وتصنف على أنها آفات ثانوية لا يلقى لها بال، أصبحت آفات أساسية على بعض المحاصيل. والأمثلة كتيرة عندي، دودة براعم الزيتون اللي كانت تأثيراتها ضعيفة ولا يلتفت لها أحد، أصبحت آفة أساسية على الزيتون وأصبحت مزعجة جدا، يناسبها جدا هذه التذبذبات المناخية او التذبذبات الحراريه. كتير من الامراض الفطريه على محاصيل الفاكهه والخضر والمحاصيل الحقليه. بمناسبه الفاكهه دكتور، يعني ما اكثر الفواكه او ما اكثر المحاصيل التي تاثرت بهذه الارتفاعات في درجه الحراره؟ اكثر المحاصيل على الاطلاق هي محصول المانجا والزيتون هذا العام وفي اعوام سابقه. انا قابلني من بداية هذا الشتاء من شهر 12 حتى الان، قابلني اكثر من 5 ظواهر مناخية كان تأثيراتها سلبية جدا
على كتير من هذه القطاعات. لو شفنا انتاجيه المانجا السنه دي في المناطق القديمه بالتحديد زي اسماعيليه والشرقيه، هنلاقي انتاجيه المانجا لم يسبق في تاريخ المانجا في مصر انها تكون بالطريقه دي. الزيتون السنه دي للسنه الثالثه والرابعة في خلال الست سنوات اللي فاتوا بدأ يحصل نفس الموضوع. أنا مش عايز أقول أرقام تخد على الهوى إن 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 كانت الخسارة قد إيه بالنسبة لهذه المحصول، رغم إن المزارع ورغم كان المزارع عمل كل ما يستطيع وعمل أكتر كمان، ولكن الآخر هذه الأشجار ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن حاجة زي كده يعني. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد فهيم المنسق العلمي للجنة متابعة التغيرات المناخية رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أشكرك شكرا جزيلا. دكتور محمود شاهين، بعيدا عن الزراعة وبعيدا عن تقارير الأمم المتحدة، على مستوى المواطن البسيط، كيف ترصدون تغير درجات الحرارة على الطباع أو التعامل اليومي المفترض مع الحرارة في للمواطن في مصر؟ هو طبعا في البداية بس حضرتك رد بس على الدكتور فهيم عشان الجزء بتاع مش معانا دلوقتي. ما فيش مشكلة، لا برضو اكيد هو بيتابع معانا. احنا بنقول طبعا ان في قاعدة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية او قاعدة في التنبؤات بصفة عامة بتقول ان كل ما زادت فترة التنبؤ كل ما قلت مصداقيته، كل ما تطول الفترة بتاعت التنبؤ كل ما يعني نقول مصداقية التنبؤ أو الأكيوريسي بتاعته بتقل نسبتها. فاحنا الدقة بتاعتها بالظبط. ما هو هذا ليس في التغير المناخي فقط، يعني ده في كل شيء، في كل حاجة طبعا، بس احنا ده عشان هو علم الأرصاد الجوية مبني على هذه القواعد. فاحنا لما بنطلع تنبؤ فصلي بنبقى بنتكلم على الفصل كله هيبقى عامل زي ما بنقول درجة حرارة الأرض مثلا، المنظمة بتقول ان درجة حرارة الأرض هتزيد درجة ونص، ما بتقولش فين وعند مين. لكن يا دكتور اسمح لي يعني فضل. انا لا اريد ان افتي بغير علم، لكن فضل. نحن مصر هذا التراكم التاريخي، يعني لما اقف في معبد ابو سمبل وارى واتابع تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، يعني هذه الحسابات بالساعة والدقيقة والثانية قبل اليوم والعام، يعني يجب ان نتوقع بدقة. تمام، لا ده موضوع تاني، ده حضرتك دراسة فلك، ده انا بفتي موضوع تاني خالص. تمام اتفضل، هيكون انا بفتي يعني مفيش مشكلة. لا انما احنا بنقول ده فلك برضو لا احنا بنقول لا الفلك حاجة والارصاد الجوية حاجة تانية. فاحنا بنقول ان بنطلع تنبؤ فصلي بالموسم كله هيبقى عامل ازاي، ودرجات الحرارة هتكون فيه عاملة ازاي، كميات الامطار هتكون متوقعة عاملة ازاي، ولكن احنا بداية كل شهر سهل جدا ان احنا نتنبأ كل يوم هتكون درجة الحرارة اخبارها ايه. فالدكتور فهيم او وزارة الزراعة لما تبقى طالبة حاجة زي كده او محتاجة حاجة زي كده في شغلها، بمجرد تيجي طبعا بروتوكول التعاون اللي بيننا وبينهم هنوفر لهم كل درجات الحرارة نرجو ذلك والمعلومات اللي هم عايزينها طبعا. طيب بالنسبة بقى اللي حضرتك بتقول الرصد لدرجات الحرارة، اكيد طبعا بينعكس على الشارع المصري وبينعكس على سلوكيات المواطنين زي ما احنا بنشوف بتبقى عاملة ازاي، لان اجهاد بيحصل اجهاد حراري نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ضربات شمس ما فيش كلام طبعا. عشان كده دايما نصايحنا وارشاداتنا للسادة المواطنين لما بنطلع نشرة جوية بشكل يومي بنبدأ لو في ارتفاعات شديدة في درجات الحرارة بنبدأ نقول لهم يا جماعة خدوا بالكم بقدر الامكان اثناء فترة تعامد الشمس على الارض في اليوم ما بين الظهر والعصر اللي تتسجل فيه اعلى درجة حرارة على مدار اليوم، بقدر الامكان نحاول ما نتعرضش بشكل مباشر لأشعة الشمس فترة طويلة. اللي بتضطرهم اعمالهم واشغالهم ان هم يبقوا متواجدين تحت أشعة الشمس لازم طبعا يحمي نفسه بأي غطاء واقي للرأس يحميه من أشعة الشمس المباشرة. يزود معدلات شرب المية بقدر الإمكان، مهم جدا 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 زيادة معدلات شرب المية حتى لو مش عطشان، مش عايزين جسمنا يوصله أي نوع من أنواع الجفاف بسبب قلة المية. أيضا مع ارتفاع نسب الرطوبة بنقول كبار السن أصحاب أمراض الضغط كل المجموعة دي بقدر الإمكان ما تقعدش في أماكن مقفولة، أماكن سيئة التهوية اللي طبعا عشان بتقل كل هذه النصائح الطبية. طب دكتور يعني الحديث ربما عن على طريق الفكاهة أحيانا أن مصر تقترب أن تكون الخليج، منطقة الخليج في ارتفاع درجات الحرارة، يعني من عاش في الخليج ورأى درجات الحرارة هناك، هل وصلنا فعلا لهذه الدرجة أم أن تلك مبالغة؟ لا هي مبالغة. ليه؟ لأن الطبيعة الجغرافية بتاعت كل مكان مختلفة. يعني دول الخليج احنا عندنا اعلى درجة حرارة بتتسجل في جمهورية مصر العربية مش في فصل الصيف، في فصل الربيع، ودي معلومة عند كثير من المواطنين مش موجودة.
يعني الناس بتفتكر ان فصل الصيف يعني اعلى درجه حراره، فصل الشتاء يعني اقل درجه حراره. ماشي، فصل الشتاء هو اقل درجه حراره، ولكن فصل الربيع هو اللي بتتسجل فيه اعلى درجه حراره على مدار العام. هذه جديده بقى. فطبعا بالظبط، طبعا لان بيكون في بعض المنخفضات الجويه الصحراويه هي اللي بتتسبب في ارتفاعات شديده في درجات الحراره، واللي بالفعل ربيع العام هذا العام وصلت فيه درجه الحراره على القاهره 44 درجه مئويه. صيف مصر سجل اعلى درجه حراره في اول اسبوع في اغسطس 43 درجه، وده على غير المعتاد في فصل الصيف. فصل الصيف المعتاد ان درجه الحراره ما بين 37 و38 درجه. لكن الخليج بيتعدى ال 50 درجه. الخليج بيتجاوز طبعا ال 50 درجه نظرا للطبيعه القاريه لهذه المناطق. طب دكتور، دعنا نشرك ايضا ونرحب بالدكتور هشام القصاص، استاذ العلوم البيئيه وعميد كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه بجامعه عين شمس الاسبق. اهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك. دكتور، أمام ارتفاع درجات الحرارة وأمام حرائق الغابات نجد بالمقابل فيضانات وسيول، يعني كيف يفسر ذلك؟ معادلة غريبة يعني. كمان يمكن الملاحظ مثلا كان في تركيا من الأسبوع اللي فات في حرائق موجودة. هذه الحرائق بمعدلات عالية جدا. النهاردة فيضانات. النهاردة فيضانات وهكذا. هتجد في كاليفورنيا في حرائق، في هتلاقي في الجانب الآخر هتلاقي برضو فيضانات. دي بنسميه المناخ المتطرف. وهذا المناخ المتطرف ده مش يعني ده مرصود ومعروف انه هيحصل وهيزداد بعدم ان احنا ما ناخدش يعني ما نحطش تخفيض درجات الحراره. لان لو وصل ان احنا عدينا الاحترار الحراره وعدت درجتين، معنى كده ان احنا هيزداد المناخ المتطرف، هيبقى في جفاف وفي حرائق وفي فيضانات في الجانب الاخر، وبالتالي هيبقى في مشكله كبيره في مناحي كتيره. ده يبقى ان هو ده اسمه المناخ المتطرف، وده للاسف الشديد مرصود. وفي موديل للكلام ده اللي هي المنظمه الدوليه المعنيه بالاي بي سي سي دي هي المعنيه بالكلام ده، وده موديل وتنبؤات موجوده ميبي انها تبقى مش دقيقه زي ما ضيفك الكريم بيقول، انما بتحصل واحنا شايفينها قدامنا. ادي تونس، الجزائر، اليونان، كل ده شايفينه قدامنا وملاحظ. وعلى الشاشة أيضا ذوبان الجليد، يعني كنا قبل تشريف حضرتك لينا كنا بنتحدث عن ذوبان الجليد في القارة القطبية، في القطب الشمالي. وده شوف أنت بتتكلم في القارة القطبية، ده ليه تداعيات علينا إحنا. لأن برضو من المرصود إن في 2050 2100 هيحصل ارتفاع في منسوب البحر الأبيض المتوسط نتيجة هذه الكتل الجليدية اللي بتدوب. بيرتفع منسوب المحيطات ثم يرتفع منسوب البحار ثم تغرق الدلتات، ليس الدلتا المصريه فقط ولكن الدلتات بصفه عامه في كل انحاء المعمور. دكتور، هذه نقطه غايه في الاهميه سنناقشها بالتفصيل، ارجوك ابقى معي ايضا. دكتور شاهين، يعني هل متوقع ان تزيد درجات الحراره في الاعوام القادمه؟ نتحدث عن كم عام حتى تزيد درجات الحراره الدرجه عن معدلها الطبيعي؟ هو طبعا التقرير الاخير اللي اصدرته الاي بي سي سي بالفعل بيقول ان درجه الحراره اللي كان متوقع ان هتزيد درجه ونص حتى حلول عام 2050. التقرير الاخير ده صدر طبعا 2050 دي كان المتوقع في اتفاقيه باريس 2015، انما التقرير ده طلع فعلا زي ما حضرتك ذكرت في بدايه الحلقه انذار شديد اللهجه للعالم، لان المتوقع ان الدرجه ونص دي تزيد مش 2050 2030. ما شاء الله. وبالفعل زي ما الدكتور بيقول على حلول عام 2100 من المتوقع فعلا ارتفاعات كارثية في درجات الحرارة وارتفاعات منسوب سطح البحر والمحيط. بعض التوقعات بتقول ان الارتفاع هيكون بمعدل متر. طبعا ارتفاع متر في المحيط ولا في البحر ده بالفعل زي ما الدكتور بيقول هيؤدي الى غرق العديد من المناطق المنخفضة في العالم. مصر بدأت تتجه للموضوع ده بقالها فترة، وفعلا هيئة حماية الشواطئ بدأوا فعلا يعملوا زي مصدات لاندفاع كميات المية عشان تحمي الشواطئ من أي تآكل. دكتور هشام، يعني الآن نتحدث عن ارتفاع درجة الحرارة درجة ونص في أقل من 8 أو 9 سنين من الآن في مقابل ارتفاع منسوب المياه والمحيطات مترا. يعني كنا نتوقع في مصر هذا الحديث عن ارتفاع البحر المتوسط جرى منذ سنوات لكن لم نتوقعه بهذه السرعة. هل هناك توقعات لا قدر الله مقلقة؟
لا طبعا خلينا واقعيين، احنا لما نتكلم في برنامج زي برنامج حضرتك نقول ان في توقعات يعني هتبقى عنيفة، اه في، لكن مش بهدف ان احنا نخوف الناس، لا اكيد كي نحتاط الهدف الهدف علشان نعمل وماذا بعد. احنا متوقعين ان هيحصل انخفاض في مثلا في زراعات اساسية زي القمح والذرة والشعير والرز، ومتوقعين ان هيحصل نسبة وفاة، واللي انا بقوله ده مش انا اللي بقوله، دي خريطة عملاها الـ WHO بتقول انها نظام الصحة العالمية، ايوه بتقول انها اسمها ديس ماب اللي هي خريطة الموت، عدد الاموات في العالم كله بسبب التغيرات المناخية، مش بسبب اخر، لا بسبب كورونا ولا بسبب اي حاجة، بسبب التغيرات المناخية، ومن ضمنها طبعا حتى كل دول العالم، واحنا علينا ان احنا يعني نلقي الضوء ان احنا في مصر مهددين ان 80 من 40 ل 80 نسمة او فرد لكل مليون شخص هيموتوا بسبب ارتفاع درجات الحرارة في يعني في السنوات القادمة، يعني بنتكلم على 4000 8000 بني آدم في لمصر هيموتوا بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ده معناه ايه؟ معناه ان وزارة الصحة تبقى نعمل بلان ده يقول هنعمل ايه والكلام ده كله، هنعمل اشتراطات، هنغير من الديزاين بتاع المباني، علينا ان احنا المهندسين اللي هي نقابة المهندسين في البلانينج او في التخطيط العمراني انها تغير من التخطيط بتاعها ومن الماتيريال اللي بتدخل في المباني ومن الديزاين بحيث يبقى فيه ملفاتها. طب ليه؟ طب ما احنا هنستخدم تكييف. لا يا فندم، احنا لما نستخدم التكييف بنحرق وقود اكتر، ولما نحرق وقود اكتر كما في العمارة العربية او الاسلامية القديمة المساقط والملاقف، فعلينا ان احنا اما بقول ان في 4000 ل8000 واحد هيموت سنة، علينا ان احنا نغير من ديزاين بتاعنا، وده يبقى فيه كود جديد للتغيرات المناخية. ده اللي انا اقصده لما بقول ان في كذا هيموت، يبقى انا لازم اغير على طول. انا اشكرك شكرا جزيلا على هذه التحذيرات، اشكرك شكرا جزيلا الدكتور هشام ابراهيم القصاص، استاذ العلوم البيئية وعميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور شاهين، يعني انتقلنا لنقطة مختلفة تماما، يجب أن نغير من بعض العادات في البناء، في العمارة، في اللبس، في العادات. طبعا ما فيش كلام، التغيرات المناخية بتجبرنا طبعا على تغيير سلوكنا، لأن سلوكنا اللي احنا موجودين بيه دلوقتي زي ما شفنا ليه مردود سلبي بشكل كبير جدا، وبيأثر علينا فعلا. احنا حالات الوفاة اللي ذكرها الدكتور، لو احنا رجعنا بذهننا لعام 2015 و2020 كان في حالات وفاة حصلت فعلا في مصر نتيجة التغيرات المناخية والارتفاعات الشديدة في درجات الحرارة خصوصا عام 2015. فاحنا بنقول ان الموضوع فعلا لازم يتاخد بجدية اكبر من كده من جميع دول العالم. وفعلا الاتفاقية الاخيرة اللي اصدرتها الIPCC قالت، طبعا الدول الكبيره دي قالوا يا جماعه احنا لازم نضخ المليارات من الدولارات لحمايه الدول الفقيره. نتمنى ان يصدقوا. شكرا جزيلا للدكتور محمود شاهين مدير اداره التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس، وشكرا ايضا للدكتور محمد فهيم والدكتور هشام القصاص، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. لعلنا وضعنا بعض النقاط المهمة فيما يخص التغيرات المناخية التي نشهدها جميعا. حفظ الله مصر والمصريين. لكم التحية ودمتم في رعاية الله وأمنه.